من رسميين او مكاتب ل organizing events، بينما نحن هون عم نتوجه ل مكان التصوير واللي هو المصورين. ما حدا بيجيب مصور الا اذا عنده ايفنت رسمي يعني، او ممكن مثل ما قال لك يعني ما جيب مصور، حدا طالع رحله ما بياخذ معه مصور. انا ممكن جيب مصور شاب يعني، او انت مالك مطلع، بس بهالايام التصوير دارج كثير وكل الشباب عم يدوروا على التصوير بروفيشنال، مشان حتوع على الفيسبوك هيك شغله. نحن بدنا ليموجي. هلا بس عفوا، ما عملتوا، بس ما شفنا دراسة لقديه نسبة العالم اللي ما بتعرف تتصور. يعني انتم مستهدفين شريحة معينة، الناس اللي بتحب تتصور، اوكي؟ طيب قديه منهم بيعرف يتصور وقديه منهم ما بيعرف يتصور؟ هلا الاب اجى لهي الفكره. نحن بالبدايه نحن ليش طلعت معنا الفكره؟ لانه في كثير ناس في عندها مشكله بالتصوير، ونحن عم نلاحظ انه التصوير والفوتو هو كثير منتشر عن طريق السناب شات الانستغرام، فكثير في عالم بتتصور مثلا صور ما بتطلع معها حلوه او ما بتعرف تتصور. بالعكس، لانهم عم يتصوروا كثير صارت الاكسبيرينس موجوده عندهم، وصارت الاداء عم يتحسن يعني، وصار التحدي اكبر بقى. كله صار بده وانا جو تو ذا نيكست ليفل، وبدهم يعملوا اكثر شيء فيه، لانه اكثر شيء هو البروفيشنال. اوكي، مرحبا، انا جوكر، حابب احكي لكم عن قصه موده يلي شاركت بستارت اب ويكند بهذا الموسم عن مسرح تفاعلي. ولو واجهتها شويه مشاكل فحابين نشوفها. مسرح تفاعلي؟ ليش مين سمع بالقصه من قبل؟ بتعرفي انه مشان هيك نحن بحاجه من بتعرفي انه باستبيان من 260 شخص 58% كانوا ما بيعرفوا ابدا شو هو المسرح التفاعلي. نحن الساحه اول فريق مسرح تفاعلي بالبلد، او فريق مختص للمسرح التفاعلي. بس المسرح التفاعلي هو المسرح اللي بيمثل فيه الجمهور ليحل المشاكل اللي هي بتخصه واللي احنا بنطرحها بالمسرحيات تبعنا. تمام. طيب العالم كيف رح يعرفوا انه انت موجوده، وكيف رح تجيبيهم لعندك، وليش بالاصل؟ هلا نحن حنعمل بالاول ايفنتس ترويجيه لحالنا، من خلال نشارك بايفنتات حدا غيرنا. هي الايفنت والمسرحيات رح يتم تصويرها، رح ترتفع على اليوتيوب. ليش؟ لانه محتوى عن المسرح التفاعلي ان كان بالعربي ولا ان كان بالانجلش شبه معدوم، فنحن حنكون اول حدا بيدعم المحتوى للمسرح التفاعلي على الانترنت. بعد هذا الشيء، بعد ما يصير نحن في عنا جمهور ونصير قادرين نعمل ايفنتس لحالنا، هذا الشيء بعد نحن رح ننطلق لخطوه اكبر، يلي هو انه رحنا نشتغل مع الار اتش، مع الاتش ار عفوا، القسم الاتش ار بالكومبانيز، مشان نحن نطور لهم الشغل اللي عندهم، نوفر عليهم وقت باكتشاف المشاكل اللي عندهم ياهم مع الموظفين اللي عندهم، ونعطيهم خدمات اسهل. اوكي. طيب من وين المصاري؟ هذا بتسميه ستارت اب ويكند؟ طيب، او يعني هذا ما بتعمي خبز بالاصل. لو كنت محل مودة شو ممكن تجاوبه؟ مين بيشارك؟ انا عندي جواب. هلا نحن في عنا ممكن نجيب الكوست لشغلنا عن طريق ثلاث شغلات: التيكتس للايفنتس اللي حتصير بالمراكز الثقافيه، والتيكتس للايفنتس اللي حتصير بالكافيهات، وكمان الشراكات اللي حتصير مع اقسام الاتش ار للشركات متوسطه وعاليه الدخل. نحن نزلنا على السوق وسالنا المراكز الثقافيه طبعا القاعات،
إلى كوست معين لحتى نحجز لحتى نعمل إيفنت فيها. فسألنا قديش القاعة، وسألنا كمان الكافيهات إذا بدنا نعمل شراكة معنا إحنا قديش إحنا ممكن يكون الكوست علينا، وقديش إحنا ممكن نبيع المنتج تبعنا اللي هو المسرحية نفسه. وطلع معنا حسب الإحصاءات وحسب الدراسة إنه الأرباحنا حتكون 50% هي من الـ HR و 36% هي من المراكز الثقافية و 14% هي من الكافيهات. وكمان نحن الأرباح تبعنا حنقسمها، الأرباح تبع السلايد اللي بعده، من الدراسة اللي عملناها نحن بتوقعنا إنه حنبلش ناخذ نحن الإيرادات والأرباح من مع بداية الشهر الرابع من انطلاق المشروع تبعنا، وحيكون في عنا هبوط وصعود حسب المواسم المناسبة للإيفنتس، كونه نحن الشريحة اللي منهتم فيها هي شريحة الشباب نفسها، يعني من 17 لل 25 هي الشريحة اللي بتحتاج لتوعية نوعا ما. والأرباح نحن حنقسمها على التقسيم التالي، يعني حيكون نحن الأرباح تبعنا كونه نحن فريق وعرض مسرحي، فنحن وحنتعامل مع الاتش ار كمان، فنحن حنحتاج لشيء يرفع سوية العمل عنا، فحنعمل شراكة استراتيجية مع تدريب حتكون نسبتهم 16% من الأرباح. ونحن فعلا عملنا شراكة مع فريق لينك التنموي، شراكة حتغطي التدريب وحتغطي التغطية الإعلامية، وكمان أول منتج حيصير هو بعد أسبوع بإيفنت حينعمل لشريحة البكالوريات غالبا هون، حيتعرف المجتمع علينا وحتتعرف الفئه الشبابيه تبعنا علينا. وكمان عملنا شراكه مع مونتاج، وجبنا منتج، هذا المنتج هو عنده خبره طويله بالانتاج، كونه نحن حنعمل فيديوز ونطرحهم على الانترنت، وهن اللي حيكونوا اول محتوى للمسرح التفاعلي. وكمان عملنا شراكه مع مصور، وهو المصور اكرم البيروتي، معروف قديش هو بيغطي ايفنتات، كمان هو مصور محترف للفيديوهات. الأرباح تبعنا حيكون في أرباح محتجزة هي حتتحول لرأس المال، وحيكون في عنا أرباح هي اللي حتتقسم على الموظفين اللي هن الفاوندر والكوفاوندر. شكرا، حليت المشكلة؟ تمام، وصلتني الفكرة. أنت وصلتكم الفكرة؟ شكرا. الفكرة غريبة كتير وجديدة، بس السؤال كيف رح تحمي هاي الفكرة من المنافسة؟ هلا أول شيء منافسة كحدا يشتغل كمجال انتربرنور بالمسرح التفاعلي بسوريا هلا ما في. أغلب الأشياء بالإنجي أوز بيستخدموها، ومو فريق، يعني فريق كامل، أنت تقول إنه فريق مسرح تفاعلي، فتقريبا منافسة ما عنا. الشغلة كمان اللي بتحمينا إنه إحنا بما إنه عم نشتغل بالمجال السوشيال، مثلا لما بيكون في عندك منتج هو سوفتوير أو هاردوير، الشريحة اللي هو بلش يستقبلها من الزباين، خصوصي بوضع البلد هلا أغلبهم عم يسافر، عم يصير له ظروف ما عم يقدر يكمل، أما إحنا شغلنا مستمر طالما المجتمع موجود، فهذا الشيء بيحمي فكرتنا من المنافسة ومن إنه تندثر أو فينا نكمل فيها، وطالما في أفكار جديدة، لأنه المجتمع بالأفكار فيه ما بتخلص. الله يعطيكم العافية. بس ترجع تشرح لي الكوربوريت لاين تبعكم كيف بيشتغل؟ يعني أنا عندي شركة، تمام، فشو بساوي؟ بيجي لعندكم؟ هلا بيكون أحيانا في عندك أنت كونك قسم HR، بيكون في عندك مشاكل بين الزباين، بين 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 الموظفين أو بين الموظفين والإدارة، هي المشاكل نحن حنعرضها عن طريق مسرح تفاعلي. هذا المسرح التفاعلي حيكون فكاهي، يعني نخلي الموظفين هن يحكوا اللي عندهم، انه غالب الموظفين بيكون منطوي على نفسه، فهو بيطلع بيحل المشكله. يعني المسرح التفاعلي هو حاله بيكون الجمهور عباره عن ممثل فيها، تمام، بنعرض المشكله وهو بيطلع بيحلها. حلو، برافو. اوكي، هو يعمل مقابلات شخصية مع كل حدا، صار هو قادر أنت من خلال مسرح تفاعلي تعرف مثلاً، بدل ما تعمل مقابلة مع 50 موظف واحد واحد، أنت مع 50 موظف كشفت أكثر من مشكلة بنفس الوقت، وبنفس الوقت فينا إحنا نشبك مع حدا HR مختص مشان يعطينا يعني الريبورت الأساسي اللي إحنا حنعطيه للشركة اللي نتفضلوا، هذا أكبر مصدر دخل اللي إحنا حنجيبه من الشغل تبعنا. أوكي، برافو. يعني فكرة غريبة، بس هذا مو معناته إنه مو حلوة كتير. انتوا عم تاخذوا المسرح التفاعلي وعم تستفيدوا منه بشغلات تانية، بس يعني ما بتصور بهالسهوله العالم راح تقبل شركات انه تجيبكم وينحكى والله مشاكلها قدامكم والموظفين يعلقوا مع بعض قدامكم، فاكيد ما بتصور بهالسهوله. يعني فكره الربح من وراء الفكره هي ما لقيتها كثير ظابطه. لا، هو احنا اول ما حننزل على السوق لنشتغل مع الكومبانيز، غير لبعد ما يكون في لنا 4 شهور نازلين شغل على الارض، يصير في
عنا نحن انا انت حتقلي انا شركه كيف بدي وصفك عندي كيف بدي تساعديني انا شو اللي بوثقك فيني فانا رح اقول لك شوف انا في عندي خبره بالشغل انا اشتغلت مع فئات كذا 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 هي هي الايفنتس اللي انا رح احضرها وشارك فيها بالاربع شهور لحتى اسس حالي واسس سمعه ويصير عندي كوميونتي. الله يعطيكم العافيه صراحه فكره كثير غريبه و يعني ما بعرف فكره غريبه وكثير كثير فيها انوفيشن جود لك شكرا يمكن احنا صرنا outdated سو انتم فعليا بس مشان نجرب نفهم اكثر الكونسبت عم يجي عندكم شركه عندها مشكله معينه انتم ثرو هالشانل عم تحلوا لهم مشكلتها تمام في شيء طريقه ثانيه انه مثلا يكون في continuous events وبتكون على مواضيع عامه واي شركات يصيروا هنا يجوا يحضروها هلا نحن حنعمل شغله كثير حتغطي حاجه كثير موجوده عندنا بالمجتمع احنا غالب المشاريع غالب المشاريع اللي بتختص برياده الاعمال او حتى الرياده المجتمعيه هي بتكون مشاريع فينا نقول مثل مبدا الضربات يعني خلص بلشنا بهذا المشروع حضروا راحوا ما عاد في استمراريه مع هدول يعني ما عاد في تتم